شتنا واحد النموذج اللي هو نموذج هيرمان اللي تنتكلموا فيه كل ما يتعلق بالانماط ديال المعلمه او ديال المدرس والمدرسه وشنو هو الاثار ديالها اللي بيخلي على التدريس، وبنا نشوفوا حتى انماط ديال المتعلمين كيفاش نتعاملوا معاهم. دابا فكره واحده اللي بغيتكم تقولوا لي هو اونيفو ديال اشنو، شكون هنا اللي فيكم دار السيبيانات كاملوا؟ وي الاستاذ هيرمان. وي السيبيان هيرمان. وي الاستاذ وي درناه. وي وشكون اللي ما دارتوش؟ حاولوا تذكروا لنا الاسماء باش شنو عرفنا على هيرمان. شكون وحده تطوع معنا؟ استاذه حنان. وي شكون بيتكلم؟ شكون بيتكلم؟ نعم استاذ ستيبيان هيرمان كيميز لنا انواع من الذكاءات عند الشخص، يعني كاين عندنا اربع انواع من الذكاءات. استاذه لبنى ماشي انت قلبنا الذكاءات، كاين الذكاءات بوحدو، كاين تحليلي سيري. نعم. النمط راه ماشي هو الذكاء. وي انماط وي انماط التعلم. وي انماط التعلم. نعم سيري استاذه كملي. استاذه لبنى كملي تسمعيني استاذه لبنى. وي دابا قلنا انماط التعلم، دابا شنو تنقصدوا بانماط التعلم؟ شنو تنقصدوا؟ لا دو فرونسي دو بالعربي ما عندناش اشكال. شنو تنقصدوا بانماط التعلم؟ ولا السؤال موجه شنو هو النمط؟ الغالب لكل معلمه ملي دارت الاستبيان اشنو هما الانماط اللي لقات عندها طالعين بزاف؟ مشي حسن. وي وي استاذه. وي استاذه خديجه. وي personnellement انا كيفاش درتو؟ انا je me suis rendu compte que je suis plus communicative et créative que analytique et organisationnelle. وي وشنو لقيتي في النيفو ديال الموديل هيرمان؟ هادشي اللي لقيتي؟ هادشي اللي لقيت بارابور على حسب هذاك المخطط ديال اللقطه. وي ديال اللقطه. وفعلا ودابا هنا النيفو ديال واش حاولتي باش تخدمي النيفو ديال كل ما هو تحليلي وكل ما هو تنظيمي؟ حيت هو باش نتفاهموا دابا تنقولوا حيت حنا داك الموديل هيرمان عندنا اربعه اللي سحكل ياك عقلتوا عليها؟ السيركل الاولاني لا شي يلمحنا اش انت يعني الناس. السيركل الاولاني تيبدا من نقطه صفر حتى النقطه اربعه، الا مثلا في ديك اللقطه تواجد داك المعلم ولا المعلمه تواجد بين واحد حتى اربعه، اش انت يعطينا اش انت تعني لنا الدائره الاولى؟ يلا سي ذاكره الناس اللي داروا هيرمان، حيت دابا تيكون شي حاجه عندك ضعيفه، شي حاجه مويان، شي حاجه تخي بيان، شي حاجه مزيانه، اشنو تيعني لنا حنا توجدنا في ذاك المنطقه الاولى اللي هي ذاك الدائره الاولى اللي تتوجد من نقطه 1 حتى 4. الا تحطي في ديك اللقطه من 1 حتى 4 تتعني بانك راه انت في واحد النمط اللي منخفض جدا، من الاحسن كمدرس ومدرسه خصك ترفع المستوى. هذا اش تنقول؟ هذا ماشي تيعني بانك ضعيف ليه، انت ما عندكش الميول ليه، ولكن انت خصك تقبض فيه، تعلم فيه، خصك تحاول فيه، خصك دير، وحنا غادي نشوفوا علاش. ولا تواجد بين منطقه في السيركل الثاني اي الدائره الثانيه تواجد 8 5 حتى 8، اش تعني لنا هاد اللقطه كي تنقراوها؟ المرونه فعلا استاذ، هذيك تتعنى بانك عندك مرونه ولا انتقلنا ادابتابل ولا انتقلنا من 10 ل 12 من 9 ل 12 داك السيركل الثالث تري بيان فليكسيبل. لا فليكسيبل يا ادابتابل هي الثانيه، هي الثانية أستاذة، هي اللي من 6 ل 8 5 6 7 8 شكرا. قلنا السيركل الأول الدائرة الأولى تتعطينا بأنه راه الدائرة ضعيفة، من الأحسن أي معلم خصو يتجنبها، يعني يحسن من الوضع ديالو واخا يرتفع غير المنطقة اللي أعلى اللي هي تتسمى الدائرة الخاصة بديال المرونة، والدائرة الأخرى هي اللي تتكون حسن، والدائرة الأعلى اللي تتكون حسن جدا، يعني تيقول لك هذيك موهبة عندك. فعلا دابا تلاحظوا حنا الأساس اللي تيهمنا خص كل معلمة وكل واحد تيشتغل في التدريس خصو الجانب ديال السي اللي هو ذاك الربع الأخير اللي كاين في القفوي الجهة اليمنى، خصو يكون عنده مرتفع، خصو يفوت الدائرة الثانية، ما يكونش في المرونة. إلا فات الدائرة الثانية دوك راه ما يكونش عنده مشكل، حيت حنا تنقولوا في المقاييس ديالو ولا في علوم النفس تيقول لك بأنه من أحسن الذكاءات ومن أحسن الأشياء اللي كاينة في الإنسان هو ذاك التواصل الإنساني، إلا كانت عنده ميزة مزيانة يكون على يقين حتى في المسار المهني ولا مسار الحياة ديالو تيتعامل مزيان. احنا شفنا هذا الشيء، احنا النمط الغالب عندك، ولكن السؤال اللي موجه لنا هنا نشوفوه، واش تم الاشتغال على النمط الضعيف منكم أساتذة؟ واش حاولنا؟ حيت هو باش نتفاهموا داك الموديل اللي عطيتكم داك النموذج هيرمان ممكن تخدميه دابا ودوز واحد الشهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور، الا كنتي تتشتغلي على نفسك خطوه كوني على يقين تلقى داك الرسم البياني غادي تبدل كاريمون غادي تشونجا،
وانت تتقولي اه واش الشونطه تيبقى غادي 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 حتى تيولي عندك على شكل مربع، تتعرفي راسك راه تشتغلي على نفسك وتستمري في نفسك. هذه راه ضروريه. وهذا المقياس هرمان راه عندكم حظوظ منين درناه لكم، راه مقياس الى فعال جدا جدا، وتنخدموا به حتى في الكوتشين سكولي، تنخدموا به حتى في الكوتشين بارونتال، تنخدموا به حتى في الكوتشين ديال اونتخيد. تنقولوا حنا حتى في الادارات بالقطاع التربوي والقطاع الاداري اللي خدام في الاداره اوتور، تنخدموا معهم هذا هرمان باش على الاقل يعرف كل واحد اشنو تي باش يتميز. دابا واش منكم ونكونوا صارحين؟ وي وي واخا استاذ، بالنسبه لهذا هذا ديال هيرمان. وي استاذه، مقياس هيرمان وي واش نفس العبارات كيبقى ولا سي شونجابل؟ لا العباره اللي كتكون محطوطه ولا هي نفسها كتبقى تعاود؟ ما فهمتش السؤال استاذه، بحالاش ما فهمتش دابا هذا المقياس ديال مقياس هيرمان اللي عطيتينا؟ وي كاين الرقم وكاين الفئه وكاين العباره. سيري كاين السؤال، كاين السؤال وفعلا سيري استاذة كملي. دابا هاد بغيت غير نستفسر واش مرحبا مثلا هاد العبارات هما اللي كنبداو نخدموا عليهم ديما؟ اه هما اللي تنخدموا عليهم ديما، هما اللي تنخدموا عليهم. مقياس مقياس محدد هذاك، ما كي سي با شونجابل. لا محدد، لا ما ماشي شونجابل، هذاك تخدمي به، تخدمي به حتى في حتى في علاقتك اختي، باش حيت نتوما باش تعرفوا المقياس هيرمان باش تهضموا اكثر. وي استاذه، استاذ ثلاثه الاقوال ديال انماط التعلم. وي ثلاثه، سمعي، سمعي كيعتمد على سمعي وبصري وحسي وحركي. وكاين واحد رقمي ما قالوش لكم، رقمي رقمي. دابا راه تتخلطوا بين 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 دابا تتخلطوا بين النظام التمثيلي وتتخلطوا بين انماط التعلم. النظام التمثيلي تنخدموا فيه او نيفو دو كومينيكاسيون، انماط التعلم تنخدموا فيه كي تنكسب، كي تنكسب التعلم ديالي. وكاين الذكاءات المتعدده تيعني بانه شنو هو المجال المهني نقدر نتوجه ليه، وشنو هو المجال اللي تيجذبني، وشنو هو المجال اكثر اللي نقدر نعطي فيه. هذا الشيء علاش داروا الذكاءات المتعدده، باش يقول لك اودي راه حنا ما عندناش جوج ذكاءات اللي كاينين في المنظومه التربويه، ما كاينش عندنا ذكاء لغوي وذكاء منطقي يعني رياضي. دونك حنا حتى ملي تيدخل عندنا ذاك التلميذ اللي تيجي للمؤسسه الاولى وتنديروا ليه ذاك الامتحان، ذاك الاختبار، ذاك لو تيست، واش حنا تنديروا ليه القياس الذكاء؟ ما تنديروش قياس الذكاء، حنا تنديروا القياس ديال المعلومات ديالو هي اللي تنديروا، ما تنديروش قياس الذكاء. هنا فين جا كاندر قال له كيف يعقل نتوما واحد الشخص، واحد الوليد صغير تقيس ليه الذكاء؟ مام هنا كاين حتى شي مدارس تيطيحوا فخ وقعات وتجارب واقعه اللي تيدي لهم الابن ديالو وتيقول ليه الابن ديالك راه دون المستوى. تدوز المرحله الاولى ديال التريمست الاولى، ملي تيجيو يشوفوا لي زيكزامات تلقاو هما لي بروميام كلاسين في ليكول. دونك فين كاين الاختلاف؟ واش المعلم ولا في المدرسه ولا في التلميذ؟ علاش حنا تنقولوا الذكاءات المتعدده؟ علاش حنا الاستاذه خصها باش ترتاح؟ حنا علاش بدنا نتعرفوا على النمط ديالنا؟ حيت لا كان الاستاذ عنده مثلا نمط تنقولوا نمط تجريبي فيه الحركه فيه شي حاجه، راه كاين عندك شي تلاميذ ما تيبغوش الحركه بزاف. كاين عندك شي تلاميذ تيبغيو التحليل، كاين شي تلاميذ تيبغيو الصوره، كاين شي تلاميذ تيبغيك تنوضهم. هادوك هما اللي يكونوا معاك في القسم. وكاين شي تلامذ الا كنتي تدير داك النمط التقليدي ديما ما يقبلوش. دونك هنا فين تنعرفوا علاش داك الطفل تيولي عنده داك الشرود الذهني تيمشي. حنا درنا هادشي باش قسنا مقياس هيرمان. هاد هيرمان علاش اعتمد في النظريات ديالو باش خرج لنا حنا هاد المقياس انت تكون من اربعه القطاع ديال الدماغ. مناش اخلي الولد راه عفوي خليه. سير استاذه شكون بيتكلم؟ اشنو هما النظريات اللي اعتمد عليهم هيرمان باش وصل لينا حنا عطانا هذا المقياس ديالو؟ اشنو هو النمط علاش تاخل؟ واش كنا قلنا نظريه جورج بيري، واش عاقل على نظريه جورج بيري؟ وي اشنو تتقول لنا؟ خصنا نضرب لكم اللي بغاو تبداو. دونك اشنو تيقول نظريه جورج بيري؟ اعتمد التجانب العقلي. نعم وفعلا اعتمدنا التجاوب العقلي، اعتمد من الشق الايمن والشق الايسر. اييه واشنو تيقول لنا الشق الايمن؟ اشنو تيقول استاذه الشق الايمن؟ استاذ الشق الايمن يكون فنان، استاذ الخيال، الابداع. وبالعكس الشق الايسر استاذ يكون يعتمد اكثر على التحليل والتنظيم والمنطق. دابا وليدات قالت لنا بانه الشق الايمن هي فنان وهادي وهادي، دونك كيخرج هو تيضرب على الموسيقى وتيغني، هادشي اللي يكون ابداع. دونك واش نتقصدوا راه كاملين عندنا الابداع، كل واحد عنده الابداع على حسب المقاييس ديالو. حنا واش حتى هو زعما يكون شي يقرا مزيان الا ما داروش الموسيقى ما يقراش في القسم؟ اشنو استاذه خديجه شوكت؟ شكون يجاوبني؟ دونك هنا باش نتفاهموا، هو ملي تيقول لك دابا كاستاذ انت باش تعرف
حيت الدرس ديالك باش نخدموها حنا عندنا. هذا هو اليمني، واخا نتوما يبان لكم مصري، هذا هو اليمن، هذا اليمن ديالي وهذا اليسر ديالي. دونك ملي نجي هنا حلل، حيت يقول لك هنا كل ما تيتميز هنا كاين كل ما هو كلام، كل ما هو منطق، كل ما هو لغة، كل ما هو ارقام، كل ما هو تحليل، كاين عندي في هاد لابارتي. وهاد لابارتي الكوشية هي تتعتمد على المدرسة بزاف، تيقول لك خذ المادة وردها ليا، خذ الدرس وعرضوا ليا كي قلت، هاد التلقين اللي عطيتك رد لي داكشي اللي عطيتك في الأسئلة. أما هنا تيقول لك أنت خصك تكون إبداع، هنا تيكون كل ما هو عاطفي، كل ما هو اجتماعي، كل ما هو ألوان، كل ما هو خيال، كل ما هو موسيقى، كل ما هو ملتويات. فهمنا؟ دونك تيعطيك لابارتي هنا لابارتي هنا. هنا شنو تيقول لنا؟ تيقول لك إلا قلت أنا واحد الكلام هنا، دابا أنتم عندكم الأطفال الصغار في القسم 8 سنين 9 سنين 10 سنين، الأستاذة تتجلس تشرح، هي شرحت تشرح الدرس، دازت قسمين، داك الولد بدا تيتحرك، هذا شنو تيعني الأستاذة؟ تقول لي نوض مسح السبوره ياك، في الغالب تيقول لك تمتصت ليه داك الحركه ديالو، تقول لي نوض مسح السبوره. هذاك الطفل دازت قسمين قسمين، وهي الدراسه تتقول لك اودي ملي تدوز قسمين حتى 12 دقيقه صافي التركيز تيتفقد. هذا عند واحد الشخص اللي عنده التركيز قوي، هذه الدراسات الاخيره. دونك كيف يعقل عندك واحد الدري صغير تدير معاه هذا الشيء؟ دونك هنا باش نتفاهم انا وياكم، تيقول تيقول الخبراء ان الانسان تيحتفظ في ذاكرته من المعلومات اللي تعطيه ديك المعلمه 10% الا قرا، 10% 10% الا قرا، وقال لك تيزيد يحتفظ بالمعلومات 20% الا سمع، هو تيقرا وتيسمع تيحتفظ 20%، وتيحتفظ 30% الا شاف ديك المعلومه بعينيه، ولكن الا سمعها وشافها تيحتفظ 50%، وهذا الشيء قال لك تيتزاد وتيتزاد حتى 70% الا نوضو تيشرح، وتيشرح للتلميذات الاخرين تيوصل 70%. ولكن قال لك امتى تتكون العمليه مزيانه مزيانه؟ هو امتى توصل 90%، داك الشيء اللي تيقول تيطبقوا تتنوضوا. بحال دابا حنا شي تنقولوا الا ما طبقش في لاكلاس راه ما كاين والو، راه ما تهضمش، ولكن غير انت قريتيها وانت سمعتيها وانت كاع شتيها راه 30% عندك. امتى تتنتقل ديك المرحله ديال 50%؟ هي تتسمع وتتشوف، ومتى تنتقل ديك 70% هي تتمشي تقول لشي واحد، ولكن ملي تطبقها انت كون على يقين تتوصل 90%. دونك هنا تيقول لي قل لي وسوف أنسى، أريني لعلي أتذكر، ولكن أشركني في العملية التعليمية كن على يقين فهم. دونك هنا تيقول لك عندنا ثلاثة الأنماط اللي قالت قبيلة الأستاذة، بصري سمعي حسي، راه هي هذه. وهذه القولة شكون قالها؟ قالها في واحد الفيلسوف راه قرون، هذه قالها فيلسوف صيني اللي هو كونفوشيوس، قال لك باش ما تتشارك حنا راه امتى التعلم، امتى التعلم بهذا المفهوم، التأثير القوي القوي اللي تيكون سبحان الله المعلمة تجاه الأطفال ديالها، ملي تتكون معلمة مبتسمة، تتكون جاية بواحد تنقولوا حنا بواحد المشاعر إيجابية، كوني على يقين تتفتح قلوب دوك الوليدات. هنا فين تنقولوا الشق الأيمن خص كل ما هو عاطفي باش ما تتحفزي هنا الدماغ ديالو، كل ما هو عاطفي. علاش أصلا؟ لماذا أسمع الأستاذة؟ لماذا هذا الدرس مهم؟ لماذا هذه النقطة مهمة؟ لماذا تمشي للمدرسة؟ ملي تعرف هذاك الطفل كوني على يقين تتهيئ إليه الدماغ الأوسط ديالو، وهاد التحليل تيولي تيوقع بيننا. دونك هذه هي نظرية جورج بيري. وهنا فين جينا الخريطة الدينية دابا نعاود نشوفوه. تنجيو مورا شكون جا عندنا؟ نظرية بول ماكلين، شنو تتقول؟ نظرية الأدمغة. الأدمغة الثلاث. وي هذاك هو تيتس الدماغ الزواحف. نعم الدماغ الزواحف، الدماغ التديان، والدماغ الرقال. تبارك الله على اللحنان. مجتهد مشيت حفظتي مزيان. ها دونك لاحظنا بانه كاين عندك ثلاثه ادمغه في واحد، شكون يقدر يشرح لنا شنو هذا الشيء اللي قلنا في ثلاثه ادمغه في واحد؟ تيقول لك لو سيرفو تريونيك. نقدر نقول بان الدماغ الزواحف تكون الذاكره هي المسيطره، تكون قصيره المدى. فعلا هنا فين تدخل الاستاذه، قال لك الاستاذه ولا المعلمه من تدخل وتتجلس في المقعد ديالها وتتحل مثلا تحل واحد المنهج وتكتب لهم في السبوره، تكتب لهم التاريخ وتتقول يلاه فتحوا القراءه وقراوا، تيقول لكم على يقين راه سديتي لهم البيبان. كل ما يتعلق باش يدوز للمرحله الثانيه ديال الذاكره طويله المدى تيقول لك راه حبستيني، اشنو خصني ندير؟ لاحظنا دونك دماغ الزواحف في دماغ الثدييات، دماغ الزواحف دماغ الثدييات القشره الدماغيه. حنا السؤال اللي بغيت نعاود نوجه لكم هنا، عندنا دابا دماغ الاطفال، شحال من نغون كيف دماغ الاطفال؟ شحال من نغون كيف دماغ الاطفال؟ شحال من عصبون كيف دماغ الاطفال؟ شحال من خليه عصبيه كيف دماغ الاطفال؟ كاين 1000 مليار خليه عصبيه في دماغ الاطفال.
وكاملين تحنا كبار 1000 مليار. خليها صافي، قال لك فيما يعادل النجوم ديال المجرات كاملو كاين الدماغ. دونك في هذه الحاله عندي هذا الطفل، هذا الطفل شنو اللي جعلو هذا الطفل باش ما يركزش معايا في القسم؟ اشني الاشياء اللي جعلته؟ مرحبا بسي يوسف، مرحبا بسي يوسف. نقع على المرحله الثانيه مع سي يوسف. دابا عندنا واحد الطفل ما تينتبهش ليك في القسم، اشنو السبب؟ ما تينتبهش ليك في القسم، اشنو السبب؟ اشنو السبب في نظركم؟ وي استاذه مرحبا. السبب الاول كنا الاول في الاسئله يعني. نعم استاذه اعيد، ما سمعناش، كاين شي جواب اخر؟ استاذة خديجة، استاذة لبنى، فاطمة الزهراء، وي اللي بيجاوب يجاوب ما عندناش اشكال. استاذ. نعم استاذة. ممكن استاذ لا ميثود دابرونتيساج اللي كندوز ليه ما الى غوفوز. دونك علاش بالضبط استاذة مشيتي لا ميثود دابرونتيساج الى غوفوز؟ علاش بالضبط؟ علاش؟ لانه هو رافض ان يشوف هذيك الطريقه باش كنخدم معاه. رافضة، دونك هذه كامل ليك. وكاين شي حاجة أخرى ممكن تكون عند داك الطفل؟ حيت دابا ما خصناش نلقاو عاوتاني اللوم على الأستاذة كاملة ما عجبتوش لا ميثود، ولكن تيكونوا شي حوايج تقدر عجبها لا ميثود وكاين حوايج أخرين. ما كاينش تحفيز من طرف المعلمة. وي أستاذ. وي أستاذة مرحبا. وي ماشي بالضرورة بالنسبة لي أنا. وي فيقدر غير واحد القلم طاح لي حدا رجلي وفقد الانتباه. أييه. في هذيك اللحظة. أييه سيري. يعني في الانتباه، ماشي بالضرورة أنه يبقى الطفل منتبه معايا في الحصه كامله. وي. يعني يقدر يفقد الانتباه، داكشي علاش كاينين بزاف ديال لي ميثود اللي الاستاذه كتجذب بهم الانتباه ديال الاطفال، حيت بين الحين والاخر. وي كيهرب كيف ما لا فعلا 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 هادشي كامل كاين فعلا. كيجذبوا ليا مره نقدر غير نصفق، نقدر غير المهم اي حاجه نقدر نرجعوا ليا. دونك هنا باش وي هنا بالمرة تيكون ما عندوش. وي استاذة مرحبا. استاذ وي مرحبا استاذة تفضلي. اسباب عدم الانتباه عند الطفل كترجع عندها بزاف العوامل. يعني عدم الانتباه يعني يقدر يكون من بداية الحصة ما غاديش يكون عنده انتباه، ربما يكون عوامل خارجية جاي اصلا من البيت ديالو. نعم جاي اصلا من البيت ديالو، الحاله النفسيه ديالو ما مستعدش باش يستقبل هذيك الحصه بواحد الجو اللي هو مزيان. كيلتقي مع المعلمه ديالو اللي ربما ما استقبلتوش بواحد الطريقه اللي غادي تعجبو. نعم. كتبدا الحصه كيبقى داك الطفل غادي يفقد هذاك الانتباه ديالو من البدايه، ومن الاسباب يعني غادي يكون مثلا التعب. نعم. تعب نفسي او وي. تعب جسدي، غادي يكون مرض، غادي يكون الحس اصلا ما عجبهش طريقه التخدم الاستاذ ديالو. المهم وهادو من الاسباب اللي خصنا من الاسباب اللي خصنا نردو لهم البال. دونك في نظركم عندي واحد الصوره هنا بغيتكم تعلقوا لنا عليها، اش انت تقول لكم؟ ممكن ولكن تما راه كاتبين لك تنكر، هذه تيقول لك راه هذيك مفكره تحليليه هذه السيده، هاد الطفله هاد البنيه تحليليه اكثر. وحنا ملي تيكون داك الجانب التحليلي، راه تيكون بحال دابا في القسم راه كاين، خصوصا ملي تيكون المستويات تيكبروا راه الاستاذ تيعتقد بكثره الاسئله ديالو، راه بحال لا اصلا بغى يحصلوا، بحال اللي بيحطوا فخ بينو بين الاطفال. دونك هنا خص الاستاذ يكون حتى هو تحليلي اكثر، وتيبغي هاد الطفله تبغي يمشي بمنهجيه، تيبقى يسولك شي اسئله تتقول لي الغريب هذا تيسولني هاد الاسئله علاش، هو لانه الانتباه ديالو تيتشتت. اما النمط الاخر اللي هو بي، هذاك النمط بي اللي تيكون هو توقيتي تنظيمي، هذاك رغم هذوك الافكار ورغم عنده المنطق، ولكن تيقول لك اودي راه خصنا هنا الفعل، خصنا هادشي نحطو على ارض الواقع. دونك الا ما كانوش تمارين، وهذا تيبغي التمارين فرديه ما تيبغيش تمارين جماعيه مول بي. اما مول سي تيبغي التمارين اللي هي جماعيه، ولكن تينتبه لك لغه الجسد وما يصدر من الفم ديالك ومن لغه الجسد ديالك، يعني فيربال نون فيربال. تي هو تينتظر حتى داك لوسون، داك لا فوا، ديك نبره الصوت كي تتخرجها تيكون سمعي اكثر. وتنجيو النمط اللي صعيب 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 هو الدي، انت تقولوا ابداعي، هذاك الا ما عندكش الابداع في طرح الدرس ديالك كون على يقين التعذب معاه الى اقصى درجه، هذاك هو تشتت لي الانتباه اكثر. مول التحليلي، مول التنظيمي، مول السي تقدر تشدهم، ولكن مول الدي ما كانش ابداع عندك. هنا في هذه الاشياء كاملو اشنو تيقول لك العلم؟ تيقول لك اودي مول او بي وسي خصك تشاركهم في العمليه التعليميه. هنا فين ولاو تيديروا داك
الفصل المعكوس ولا المقلوب، حنا تنقولوا لا كلاس انفيرسي، لان تعطيك فرص اكثر داك التلميذ، انت داك تعطيه حتى فرصه باش هو يشتغل على نفسه، حتى الاسئله تتكون عندك اكثر انت في الفصل ديالك. وهذه الاشياء راه دابا تشوفوها ان شاء الله من هنا وقدام مع الاستاذ يوسف ديال نجيو نكملوا واحد الصوره اخرى. ها هما دابا ثلاثه شعلتي لهم البولات، وعندك 20 واحد اخر ما شعلتي ليش البوله في القسم، كي داير المشكل؟ ها هما المصابيح ثلاثه، بانه هذا منداش، هذا مرتاح للدرس اللي تتقدم الاستاذه، وكذلك حتى البنيه. دونك هنا راه الناس اللي تينتبهوا معاك جوج الاطفال ولا ثلاثه ولا 10، راه هذوك راه ماشي اغبياء. ها كانت قالت لي واحد المعلمه، قالت لي كاودتي راه واحد لا جوج اللي تينتبهوا معايا كلشي كسالى. قلت لها استاذه انت اللي انت اللي كسوله. قالت لي علاش؟ قلت لها هذوك هما اللي بحالك بحالهم، هما الاخرين ما قدرتيش عليهم. تنقول لهم راه ما كاينش، راه صعوبه التعلم راه كاينه عند الاستاذ والمعلم. حنا ما تندوش على المرض، ما تندوش على الخلل في الدماغ، تنجو حنا على صعوبه التعلم راه كاين عند الاستاذ. راه الاستاذ ملي تيكون عند تنوع الطرائق ديال التدريس كون على يقين تيتفوق. كما كنقولوا ان يا با دو ديفيكولتي شي لونفون مي سي انسانيون. وي وي، حيت لونسينو ملي تيتمكن من الماده ديالو كوني على يقين. ونعطيكم واحد الفكره، راه ملي تيكون حب ديال المهنه وحب ديال الماده كوني على يقين تيكون عطاء اكثر وتيكون ابداع اكثر هكاك، لان تيخرج من هنا وتيخرج من القلب. ومنين تيكون حتى تدخل الميدان عاد تحب الميدان كون على يقين تتعطي. ولكن الا كنتي داخل على الميدان باش تقتني منه واحد تنقول واحد الاجر وتكون وما تجتاش كون على يقين تعيش قلق طول حياتك، ما عمرك ترتاح. حنا دابا لنقطع علينا، دابا لنقطع انقطعت القاعه، كون على يقين راه مورا مباشره ندخلوا على الرابط الثاني باش نلتقيوا مع الاستاذ يوسف وتعرفوا عليه هو اكثر ويقدم نفسه اكثر باش نكملوا. كاين شي سؤال؟ حنا حيت شي شويه نقاط، بقات لنا دقيقه. دونك لما كاين شي سؤال نخرجوا من القاعه وندخلوا للقاعه الاخرى. يلا استاذ يلا ندخلوا مباشره. سي يوسف دخل القاعه الاخرى ديريكت. بغيت نمشي للكرام. شفتوا الصوره دابا في الطابلو مزيان ياك؟ نعم بين لكم جميعا. نعم الوغ دابا الى سمحتوا لي غادي نديروا واحد الاطاله على الحصه اللي كانت بيناتنا في الماضي، دوك جوج الحصص اللي اشتغلنا فيهم على القسم نقول جوستومون الاستاذ سوكا حكم لهاد الاستراتيجيه ديال التعلمات المسمات ب يعني الفصل المعكوس. وقبل ان نحلل الصوره امامنا يجدر بنا ان نذكر بانه في احدى الحصص الماضيه كنا قد قلنا بان رب ضاره في طيها نعمه، بحيث ان هذا الحجر الصحي الذي فرض علينا فرضا بسبب وباء كورونا قد ترك المنظومه التربويه والمشتغلين فيها يعني في وضعيه لا يحسدون عينها. وبالتالي فكر القائمون على هذا القطاع ونحن منهم طبعا، فكرنا جميعا في إيجاد بدائل تجعل التلاميذ يعوضون ما فاته في الحياة المدرسية الدولية في إطار حياة مدرسية رقمية. وبالفعل اهتدينا إلى الحياة المدرسية الرقمية ستكون إجابة على هذه الأزمة التي وجدنا أنفسنا بشكل غير متوقع في أحضانها. بالتالي لا شك أن كل واحد منا أدرك الآن وأكثر من أي وقت مضى، أدركنا جميعا بأن يعني الثقافة التكنولوجية صارت ضمن أولويات ثقافتنا المهنية. يعني لا عذر بعد اليوم لكل المدرسين جميعا، لا عذر لأحد في أن يتجنب الخوض في غمار هذه التكنولوجيا الحديثة. إذن هذه المقدمة كان لابد منها من أجل أن نلتحق في هذا الموضوع الشائك الذي بدأناه في الحصص الماضية بكثير من التفصيل. إذ عالجنا ثلاث قضايا رئيسية. أولا فهمنا ما معنى القسم المعكوس أو الفصل المقلوب، فهمنا هذا المصطلح وذكرنا بأنه
من هنا الأخوات يذكرني بالتعريف بهذا الفصل؟ هيا بسرعة لو سمحتم، من منكن تذكرني بتعريف هذا الفصل؟ ماذا نقصد بقولنا الفصل المعكوس؟ تعليم الفصل المقلوب هو واحد المشروع تربوي يهدف الى استخدام التقنيات الحديثة للتقنيات الحديثة للتلميذ من اجل ان يطلع عليها في بيوته. ويعتبر الفيديو هو واحد العنصر الاساسي في هذه التقنية هذه في هذا المشروع. شكرا لك وسهلا. إذا كما قالت الأستاذة لنا أن الفصل المعكوس نقصد به هو استراتيجية في التعلمات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. كيف ذلك؟ أن المدرسين يقومون بإعداد فيديوهات تربوية وتعليمية يقدمونها للتلاميذ من أجل الاطلاع عليها في البيوت وتهيئ الدرس لليوم الموالي. كما تلاحظون على الصورة، لاحظوا بأن الصورة قسمناها إلى مرحلتين. الأولى أشرنا فيها إلى الدروس التي تعطى في الفصول التقليدية. الفصول التقليدية كان التلاميذ يجلسون كما تلاحظون يجلسون أمام كتبهم وأمامه المدرس ويتلقون المعلومات والمعارف تباعا. ولا شك أن هذا يجعل الوقت طويلا جدا ومملا جدا ورتيبا جدا. الدليل على ذلك هو حينما نشاهد التلاميذ يخرجون الى الاستراحه كيف يجدون حاله التلاميذ هم يخرجون الى الاستراحه في القسم يلا واحده استاذ يحسون واحده استاذه أستاذ حنان. نعم أستاذ يحسون بالسعادة بالنشاط إذا كتظهر على التلميذ الحيوية والنشاط لأنه أحس بالمتعة. أين يحس بالمتعة؟ في الفصل المعكوس. لا لازم أن نصل إلى هذه المرحلة لو سمحت. في الفصل التقليدي في الفصل التلميذي نرصد الظاهرة الآتية. لاحظوا معي في القسم التقليدي حينما ينطلق التلاميذ في وقت الحصة في وقت الاستراحة كيف يخرجون من الفصل؟ أستاذ يخرجون يخرجون بسرعة وكأنهم يفرون من الفصل. ينتظرون دخول الفصل يشعرون بملل وينتظرون سماع بواحد الشوق يخرجون وهم يكادون يطيرون فينتظرون الاستقبال. من عنده منكم مثال حقيقي يصف لنا فيه او به حاله التلاميذ وهم يخرجون من الفصل؟ وقد ذكرت لكم مثالا وجيها. الأستاذات الأخريات لو سمحت تذكرنا جيدا. إنهم كالعصفور الذي فتح باب قفص. نعم. وعيد كالعصفور الذي فتح باب قفص. هذه هي حالة القسم التقليدي أو الفصل التقليدي. ثم مسألة أخرى تقدمها لكم هذه الصورة وهي أنه في لحظة التمارين يبذل التلاميذ جهدا كبيرا ويخرجون منه. لاحظوا الفتى وهو يخرج في علامة تساوي. كيف يخرج الفتى من التمرين أو من الامتحان؟ يخرج لنا محبط. يخرج من الفصل محبط. الله يسامحك. يخرج التلميذ من الفصل محبطا. هذه الحالة إلى مدى يحتاج التلميذ في نظركم؟ يحتاج إلى تشجيع وتحفيز من طرف المعلم لكي يخرج. لكن طبيعة الدرس التقليدي
لا تعطي التلميذ هذا العامل النفسي الذي يجعله يخرج من القسم فرحان نشيطا. القسم التقليدي لا يمنح التلميذ هذه الإمكانية. لاحظوا العكس من ذلك في الصورة الأسفل. الصورة الأسفل تختلف تماما عن الصورة الأعلى. من يتحدث لي اعتمادا على ما أنجزناه سابقا من طبيعة العمل في القسم المعكوس. أستاذ هنا تكون هناك أستاذ بالنسبة للتعليم المعكوس، أولا يتعرف التلميذ على الدرس في البيت. هناك المرحلة الأولى في البيت، يتعرف على الدرس بواسطة مقاطع فيديو ويبحث عنه بواسطة يعني الانترنت. ثم تأتي المرحلة الثانية في القسم. في القسم تكون هناك أنشطة وأعمال جماعية ما بين التلاميذ، ويكون الأستاذ هو المشرف فقط ويسير الدرس. جيد. يعني تكون هناك يعني بالنسبة لهذا الفصل المعكوس، يعني يتم نقل بيئة التعلم الذي يتمحور حول المتعلم إلى بيئة التعلم، أي تحويل الجهد من المعلم إلى الطالب، أي أن الطالب هو الذي يقوم على شكل اسمح لي يا استاذ ما كنعرفش نستعمل العربيه بزاف، صافيدير لي داكور دي زابخ. alors on peut faire des ateliers et on peut donner une question problématique au groupe et c'est à eux de chercher avec leurs propres moyens technologiques afin de résoudre le problème. Ça veut dire sans l'intervention de l'enseignant ou bien de l'enseignante. Bravo. Alors voilà. ما قالته الأستاذ الآن يعكس تماما ما المهمة التي يقوم بها كل من المدرس والمتعلم كليهما. الأول يقوم بإنجاز العمل في إطار إبداع فيديو تعليمي يقدمه للتلميذ. التلميذ يطلع على الفيديو وينجز ما عليه قيامه، لكن في اللوندما يعني في اليوم الموالي سوف يكون على المتعلمين أن يبنوا تعلماتهم من خلال التحضيرات التي هيأوها داخل البيت. وهنا ما هو الدور الذي يبقى للمدرس؟ التوجيه والمواكبة والتشجيع وأيضا مساعدة المتعثرين الذين لم يستطيعوا أن ينجزوا ما عليهم إنجاز. لذلك يتعلم أو يتمكن المدرس من تدبير الزمن الدراسي بطريقة مريحة جدا، عكس الفصل الدراسي السابق التقليدي الذي كان المدرسون يشتكي المدرسون دائما من الطريقة التي تمكنهم من تدبير الزمن الدراسي بطريقة يعني مستوية. ثم لاحظوا في الصورة أيضا الصورة السفلى بأن العلاقة التي تربط بين المدرس والتلاميذ هي علاقة شخصية. لاحظوا الوقت كم هو للمدرس وقت كافي لكي يعالج مشكلات التلاميذ بطريقة شخصية، بينما الآخرون يناقشون ويبدعون وينتجون تعلماتهم بطريقة جماعية. هكذا يبدو بأن هذا الفصل المعكوس يتيح العديد من الامتيازات تجعل العملية التربوية أكثر مردودية وأكثر إنتاجية. أعتقد بأن الأمر هنا يمنحنا القول بأن للفصل المعكوس، وهذا الشيء كنا دابا غادي نشوفوه مفصل في الفيديو الموالي الذي سوف يعرضه علينا الأستاذ حسن أسيق. صافي. تفضل الأستاذ. سير أستاذ. هو فيديو فقط نافع. هو عبارة عن بوينت ولكن تحول إلى فيديو لكي ننسق عملية التي ذكرناها قبل قليل. الفيديو لو سمحتم سوف ينتهي بتمرين. أنا أراهن على أن كل واحد منكم سوف يقوم به يوم واحد التكوين على أساس أن يأخذ بعين الاعتبار بأنه يدخل في إطار تقويم.
بين اداء المكونين نهايه ان شاء الله. نعم سير استاذ انا معك تنبارطاجي انا معك وي هو كما تلاحظون الجمله السابقه الى الحكمه القائله حصلت الفصل المخلوق او الذي يسمى بالفصل فقط انتبهوا معنا لو سمحتم على البحث عن بدائل لاستمرار العمليه التربويه في وي سمحتي تعاودوا باش نبداو من الاول وي شوف مزيان الصوت خصو يبدا من الاول استاذ السلام عليكم حصة اليوم تدخل في سياق الوحدة التكوينية الخاصة بالمعارف البيداغوجية والممارسة المهنية. أشرنا سابقا إلى الحكمة القائلة رب ضارة نافعة، فقد أجبرنا الحجر الصحي على البحث عن بدائل لاستمرار العملية التربوية خارج جدران المدرسة. ولقد استنتجنا أن الأدوات التكنولوجية الرقمية تعد مناسبة كي تكون جوابا على هذه الأزمة. واليوم سنتعرف على أحد الأساليب المعتمدة كثيرا على التكنولوجيا الرقمية. الأمر يتعلق بموضوع الفصل المعكوس La classe inversée. ما هو الفصل المعكوس إذن؟ إذن كما تلاحظون هذا تعريف في الفصل المعكوس، وقد سبق للأستاذة لبنى أن عبرت بطريقة مختصرة عنه، ولكن ها هو النص أمامكم للاستئناس. كما تلاحظون فإن التلميذ وفق هذه الاستراتيجية استراتيجية الفصل المعكوس يقوم بالاطلاع على الفيديو الذي توصل به من طرف المدرس ويقوم بتهيئ المطلوب منه قبل الحضور إلى قاعة الدرس. في قاعة الدرس تخصص الحصة للمناقشات والمشاريع والتدريبات، ويعتبر الفيديو عنصرا أساسيا في هذا النمط من التعليم، حيث يقوم المعلم بإعداد مقطع فيديو مدته ما بين 5 و15 دقائق ويشارك التلاميذ في إحدى المنصات. لنتصور أن التلميذ أو التلاميذ قد تفاعلوا إيجابيا مع فيديوهات مدرسيهم وحضروا إلى الفصل يملأهم الحماس للمشاركة في بناء تعلماتهم. ما هو الدور الذي بقي للمدرس حينئذ؟ إحدى الأخوات تقرأ هذا النص بسرعة لو سمحت. الفصل المقلوب لكن كبير. ستنتهي المدة قبل أن تقرأي. خلاص يعني غادي نمشيو للصفحة الموالية. لو سمحت آسف أعتذر. سوف ننتقل الآن إلى الصفحة. إذا كانت المفاهيم والمهارات قد تم استيعابها وتمثلها من طرف أغلب التلاميذ وقد أتيح لهم الوقت الكافي للبحث والتمثيل، لكن ما شأن الذين لم يتوفقوا في الأمر؟ طيب، يسمح للمدرس بالإشراف الإيجابي على أنشطة التلاميذ ويقدم الدعم المناسب للمتعثرين منهم، وبالتالي تكون مستويات الفهم والتحصيل العلمي عالية جدا، لأن المدرس راعى الفروقات الفردية بين المتعلمين. هذا أمر واضح. إذن هناك الكثير من الميزات التي تتيحها استراتيجية الفصل المعكوس، وهي حقيقة مغرية للمدرسين المبدعين الساعين لتطوير أدائهم التربوي. ويكفي أن نذكر هنا جملة من تلك المميزات التي تبين الفارق بين تقديم الدروس في الفصل التقليدي وتقديمها في الفصل المعكوس. علاش هذا
التكست اللي مسموع راه الفيديو غادي يكون راه اشارتكم غتسمعوا على رويه باش تحيدوا علينا هاد الضجيج اللي تيوقع عند الاخوان الاخر. اذا ميزات الفصل المعكوس كما تلاحظوا هي عباره عن 7 ديال الميزات، يمكن نلقاو 20 ميزه ولكن 7 اختاريناهم بعنايه وبتفكير. فالان الرسم التوضيح هي ان هذه الميزات لن تعفينا ابدا من وضع اليد على بعض المشكلات التي تعترضنا. هذه الصورة التي ناقشناها في بداية الحصة، وسننتقل الآن إلى ذكر بعض القضايا المرتبطة بتبرمات بعض الأساتذة وملاحظاتها. يظهر جليا الفارق بين حالتين، يمكن للإخوة والأخوات رصد أهم تجليات تلك الفوارق في كل حالة على حدة. لكن ومع ذلك لابد أن نضع هذه الاستراتيجية، استراتيجية الفصل المعكوس، على المحك، وأن ننصت لآراء بعض المدرسين الذين أبدوا تحفظهم عليها من خلال المعيقات التي حالت بينهم وبين الاستثمار الأمثل لنظرية الفصل المعكوس. إذن كما تلاحظون رغم الإيجابيات التي ذكرناها فإن هناك بعض الملاحظات التي تسلط على قضية القسم المعكوس، وطبعا سنتعرف على هذه التحفظات من خلال آراء بعض المدرسين الذين جربوها عمليا داخل القسم. أولا الملاحظة الأولى هي أن بعض المدرسين رأوا بأن اللجوء إلى هذه النظرية أو إلى هذه الاستراتيجية سوف يقلل من دور المدرس ويهمش هذا الدور، فيما الحقيقة أن الدور لا يقل أبدا بل يتغير عوض أن يؤدي المدرس معه. نعم شنو أستاذ؟ اسال استاذ. طيب هذه هي المشكلات التي تعترضنا دون ان نؤدي مهامنا بطريقه او باستراتيجيه قسم معكوس، لكنها تتضمن ايضا الحلول البديله، كل ملاحظه عندنا لها وصفه نعالجها. ممكن ليش مش نمشي داخل الدمار؟ اذا بالنسبه للاخوات الذين ركزوا معنا على هذه المشكلات، شيء أخت لا شيء أخ يعطينا يلخص لنا هذه المعيقات ويلخص لنا معها شنو الحلول المقترحة. لكن بعد أن ننهي هذا الفيديو وننصت إلى صوت صاحبه. الله يا رب يا رب يا رب يا كريم. السلام عليكم أستاذة أخوات، أنا يلا التحقت بالسيونس لأنه كان عندي وحا نكملوا بعد هذه الجولة سمحتي في موضوع الفصل المعكوس تعريفا وميزات ومعيقات واقتراحات. أدعو الأخوات والإخوة كل حسب تخصصه إلى إنجاز فيديو تعليمي يفترض أن يوجه لتلاميذ فصل من الفصول مستوى من المستويات، وسيؤخذ هذا العمل في الاعتبار الخاص بتقييم أدائكم. شكرا لكم. طيب أستاذ حسن. أيوه أستاذ. أستاذ حسن. نعم أستاذ. أزيل هذا الفيديو وأحتفظ به لو سمحت باسم الأخوات. إن شاء الله. إذا الملاحظة الأخيرة لو سمحتوا هي ملاحظة مرتبطة بأن هي دعوة على كل حال، دعوة لكل الأخوات بأن ينجزوا فيديو يرتبط بدرس من الدروس على حسب كل تخصص. مثلا الأستاذة ديال الفرنسية صوب واحد الفيديو تنجز فيه درسا تعليميا يفترض أن توجهه إلى التلاميذ من أجل أن يأتوا غدا مستعدين لإنجاز هذا الدرس بهذه الطريقة، وطبعا سيكون أمرا مفيدا لو تم بشكل عملي وفعلي. بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش أقسام
فيفترض فيهم أنهم يستأنسوا بالأعمال التي قامت فيها بعض المدرسات والمربيات المشكورة على جهد جبار قمنا به، وسيمكن أن نأخذه نموذجا يحتذى. فاللي يبغى شي نموذج يتواصل مع الأستاذة لبنى، عندها واحد البنك ديال الفيديوهات تشتغل به إلى حد الآن مع تلاميذها الصغار. والجميل في الأمر أن الفيدباك ديال تلاميذها الصغار عبر رسائل صوتية نسمعها بين الفينة والأخرى يقدرون حجم العمل الذي تقوم به الأستاذة لبنى. آمل أن يكون كل واحد منكم قادرا على أن يخلق نفس الأثر في نفوس تلاميذ. ولكن قبل ذلك، قبل أن نرفع هذه الجلسة وهذه الصف، يمكننا أن نناقش بعض ما جاء فيها من أفكار. أستاذ معايا؟ أي أستاذ؟ أستاذ معايا؟ نعم. الأخت اللي تلتحقت قبل قليل بحرة تلتحقت كانت تقول لنا شي ميساج. والأخت اللي كانت خدت الكلمة وقطعتها لحقيتاش كنا مرتبطين نهيو الفيديو عاد نكملو. تفضل. وي تسمعك. أستاذ من مراكش. لي ريجيون دو مراكش تنصحت اكزاكتومون. انا كان عندي واحد البروبليم في لوليا يا بخي ديسانس تاعت زوم ومن بعد عاوتاني دخلت مي مزيان الحمد لله. جو مكسكوز انا كنت بغيت نحط لا سيونس. مرحبا بكي. مرحبا. نسجلوا استاذ لا سيونس ونصيفطوا هذيك. مرحبا بكي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يذهب عنا هذا الباس لكي نزوركم في طرس الصحي ان شاء الله. أستاذ الحوس إن شاء الله راه يكون تسجيل ديال هذا ونحطوه في روابط ما تخافي والو. إن شاء الله. بالنسبة للأستاذة الأخريات، شكون اللي عنده شي سؤال حول ما جرى في هذه الحصة؟ وي مسيو، فو مونتوني؟ وي. سي الأستاذة شوكات. إسكون بو كاليفيي لا كلاس انفيرسي أون طونك كلاس فيرتويال؟ سمي فيرتيير. عندنا واحد اشكال دابا في المعكوس. المفهوم ديالو كيقتضي ان العمل ينقسم الى شقين، عمل داخل البيت مع التلاميذ وعمل اخر داخل الفصل لاستثمار اعمال التلاميذ اللي داروها في البيت. اذا عندنا جوج الحوايج، لكن حنا الان بالظرفية الحالية اللي كتعيشها بلدنا وكيعيشها العالم كامل، فاحنا مجبرين على أن نستثمر هذه استراتيجية لكلاس انفيرسي بطريقة أحادية الجانب. فقط أن الأستاذ يقدم الفيديو ويبعثه إلى التلميذ من أجل أن يدرسه ويلتقي معه أيضا فيرتيالمون، ما غاديش يلتقي معه داخل الحصة باش يتواصل بويا بشكل مباشر. الآن المفروض علينا أننا نستثمر هذه استراتيجية القسم المعكوس بطريقة يعني مجبر أخاك على ظهر، مجبرين على أننا نكون باختيار على أن يقضي الله أمر كان مفعولا. يعني باش نفهم أستاذ أن لاكلاس انفيرسي كتكون معي كتكون ملي كيكونوا هناك فصول، هناك كاين يعني اون بو اكسيدي على ليكول، اون بو بارتي على ليكول. سي سا مي حنا دابا كنقراو الدرس ديال لاكلاس انفيرسي كنقراوها نظريا، ولكن عندنا واحد الفرصه باش نطبقوها عمليا في شقها الاول اللي هو الفيرتيال فقط. أما الجانب العملي التطبيقي غادي ننتظر إن شاء الله حتى نعاودو نرجعو للدراسة، وغادي نطبقو هاد النظرية ديال القسم المعكوس بالطريقة الصحيحة التي نقدموها لنا. نتوما بزاف راه تنديزاكتيفي ليكرون هنا، عاد تنخدم عاوتاني، تنديزاكتيفي ليكرون باش نهضر معاكم. أو شي حد فيكم عندو مشكلة عاوتاني خصو يهضر كيخاف لنا ما كنسمعوش مزيان. على كل حال، شكون عنده شي سؤال اخر؟ باقي 5 دقائق سي يوسف. واخا احنا ملتزمين
معك أستاذ. سير. تقول لي كاين شي سؤال آخر؟ السلام عليكم à la maison. Alors je ne trouve que la méthode des enfants qui l'apprentissage en jour. نص دقيقة سي يوسف. سير سي يوسف كمل. المهنة هذه المهنة الشريفة النبيلة سوف تتخلص شيئا فشيئا من المدرسين غير الجيدين. المدرسون غير جيدون هم المدرسون الذين يتبرمون من تطوير كفاياتهم، الذين لا يرغبون في أن يتمكنوا من